بالنسبة لقص الشعر عند القطط المنصوح انك تسويه مرة كل 3 أشهر يساعد على نزع الشعر المتكتل ويخلي يعني صحة الشعر عند القطط منيحة، بس زي ما قلت لكم ماكسيموم مرة كل 3 أشهر لأنه إذا تكثر منها نمو الشعر يكون بطيء. في أنواع كمان متاع قطط اللي يكون شعرها كثير قصير مو منصوح أبدا أنكم تسووا لها قص الشعر. Thank you.
نجي لهذا البلد.